بيان صادر من مديرية المكافحة المخدرات في أربيل، مع استمرارنا في بحث والتحري وبذل الجهود في مكافحة المخدرات خلال 20 يوما الماضية، تمكنت مديريتنا ومراكزها الثلاثة في دهوك وسوران وحاج عمران من تنفيذ 17 عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 49 متهم متورط بجريمة المخدرات من المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة على أمن المجتمع، وضبط ما يقارب ربع طن من مختلف المواد المخدرة، وكما يلي: ضبط 8 كيلو و 129 غرام من مادة ترياك المخدرة، و 2 كيلو غرام من مادة هيروين المخدرة، وكيلو غرام و 681 غرام من مادة كريستال المخدرة، وكميات أخرى من مادة الحشيشة والجامايكا وترامادول وميتادون وتريفين وكبتاغون بما يقارب 2 مليون حبة. وتم إلقاء القبض على المتاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكاتهم الرئيسية والفرعية الدولية منها والمحلية، استنادا إلى القرارات التي أصدرها السيد القاضي محكمة تحقيق عسايش، ونظمت كافة الأوراق التحقيقية وفق الأصول من قبل المحكمة المختصة بقضاء شؤون المخدرات.